طيب تعالوا بقى نروح لفلسطين. هنتكلم عن انطلاق العام الدراسي بس في الأراضي الفلسطينية وسط أزمة مالية تهدد مدارس الأونروا. أطلق العام الدراسي الجديد في فلسطين امبارح الأربع، والحقيقة في أزمة كبيرة جدا، أزمة مالية حادة بتهدد مدارس اللي بتديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وبيأتي انطلاق العام الدراسي الجديد وسط مصاعب مالية كبيرة جدا وحادة جدا بتعانيها ميزانية أونروا، وبتهدد حتى الآن بانتظام الدراسة في مدارسها. مش عارفين الدراسة هتكمل ولا لا. في هذا الصدد صرح المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة إن ما لدى الوكالة من أموال دلوقتي بيكفي لضمان انتظام العملية التعليمية في مدارسها لغاية نهاية شهر سبتمبر اللي جاي، اللي هو يعني السنة اللي جاية 2019. وأكد أبو حسنة أن إدارة أونروا بتبذل كل المجهود مع كل الدول المانحة ومختلف الأطراف ذات العلاقة لتغطية العجز الحاصل في موازنتها، وعشان أيضا تضمن استمرار العملية التعليمية في فلسطين. طيب معانا على الهاتف للمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا من رام الله دكتور أحمد رفيق، أستاذ الإعلام بجامعة القدس. دكتور أحمد صباح الخير. صباح النور. أنا اسمي أحمد رفيق عوض، دكتور أحمد رفيق عوض. أهلا بيك يا فندم. طيب دكتور، يعني عايزين كده شرح مفصل، إيه اللي بيهدد العملية التعليمية في فلسطين؟ هل هي الأموال فقط ولا في يعني مشاكل تانية؟ وموضوع الأموال ده يعني هيتحل إزاي؟ أولا شكرا لكم، يعني أنا يعني شرف لي أن أظهر على قناتكم قناة الدريم. شرف لي. وتحية لمشاهديكم أيضا في الجمهورية العربية المصرية. التعليم في فلسطين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 أقصد، هو تعليم متعدد. يعني هناك جهاز تعليمي حكومي رسمي تشرف عليه السلطة الفلسطينية، وجهاز تعليمي تشرف عليه الوكالة الأونروا أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ثم تعليم خاص لقطاعات خاصة وفئات خاصة، تعليم ديني يعني وقطاعات إثنية معينة وعرقية معينة أيضا. لأن التعليم عندنا متعدد ومشاكل متعددة أيضا. يعني أبدأ باختصار شديد بالجهاز التعليمي اللي تشرف عليه السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تعاني، أنت تعرفين، من التمويل القليل والشحيح والمرتبط بتسويات سياسية. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا إسرائيل، الاحتلال أقصد، يضرب العملية التعليمية في مدينة القدس باعتباره هو يعتبرها هنا عاصمته، وبالتالي هو يحاول أن يفرض عليها المناهج ويحدد من يتوظف من لا يتوظف، يعني المعلمين ورواتبهم، الأبنية بالأعداد إلى آخره. وبالتالي في القدس المحتلة هناك تسرب عالي جدا للطلبة. أيضا في مناطق الضفة الغربية هناك تجديد وتقييد للعملية التعليمية، كما في مناطق الخان الأحمر، الجهالين، أبو ديس، حتى في مدينة الخليل، في المدينة القديمة للخليل. ايضا الابنيه، المدارس في مناطق سي او مناطق جيم اللي هي بتخضع لكل الاحتلال الاسرائيلي، ايضا اسرائيل تحدد نوعيه وكيفيه وابنيه المدارس في تلك المناطق. الان المشكله الاكبر الان في مناطق في جهاز التعليم التابع للأونروا، وانتم كما ذكرت حضرتك اسمها في تقريرك، هذا كلام صحيح. الأونروا الان تعاني جدا ماليا، في هناك 217 مليون دولار تقريبا عجز ميزانيات. الإدارة الأمريكية الحالية المتوحشة والمتغولة تحاول أن تنهي عمل هذه الوكالة، لأنها برأيها تخلد عملية اللجوء وتخلد اللاجئين، وأن هاي الأونروا أصبحت يعني شاهد على اللاجئين، وبالتالي يجب تصفيتها. طبعا هذه لغة إسرائيلية وأجندة إسرائيلية تهدف فيها إلى شطب حق العودة للفلسطينيين. المدارس الأونروا الآن تعاني جدا جدا، هناك فصل للموظفين، هناك تجميد لرواتب بعضهم، هناك تقليل للمدرسين، وحتى هناك من يقول انه كما قرأت مؤخرا انه ممكن يكون هناك في فترتين وثلاث حتى في المدارس بيكون في ايه يا فندم؟ هناك اكتظاظ شديد في المدارس الى درجه انه ممكن يكون في كل مدرسه تكون فيها فترتين تدريس من اجل حل فترتين تدريس الاكتظاظ.
او المعلمين، لانه هناك حقيقه يعني لحظه كبيره جدا في الرواتب وفي الكوادر وفي الابنيه وفي الطلاب ايضا. طب سيادتك يا دكتور شايف يعني من وجهه نظرك لو بصينا الموضوع اعمق شويه من كده، يعني محاربه العمليه التعليميه في فلسطين شايفها ازاي؟ يعني انا شايفه ان يعني اضافه طبعا لكلام سيادتك ان المحاربه مش بس لان هم شايفين ان ده يعني بيخلد اللاجئين وبيخليهم موجودين اكتر زي ما سيادتك بتقول كمان وهم بيقولوا كده، بس انا شايفه ان في موضوع اكبر من كده، ان التعليم يعتبر سلاح من الاسلحه، وان اسرائيل تحارب العمليه التعليميه في فلسطين فهذا يعتبر يعني تبجح. فانا عايز اعرف سيادتك شايف، هل حضرتك شايف يعني هل تقرا هذه النقطه معايا؟ ايه تماما تماما سيدتي، بدي عايز اسالي لها وجهين حقيقه. الوجه الاول كما ذكرتي حقيقه صحيح انه هناك اسرائيل تحارب التعليم وتحارب الطلاب وتحارب العمليه التعليميه خاصه في مدينه القدس، لان هي ترغب ان يكون هناك جيل كامل من الحطابين وقتله الافاعي والسقائين هكذا يقولون. أيوة. وبالتالي في القدس بالذات القدس المحتله هناك عمليه تسريب كبيره جدا للطلاب الفلسطينيين، وبالتالي هم يذهبون للعمل في مصانع ومشاغل ومنشآت الإسرائيلية. ولكن من جهة أخرى سيدتي، على رغم أن هذا الكلام صحيح وإسرائيل تريد أن تحاربنا بعلمنا، لكن الفلسطيني أثبت على مدى 100 عام أنه عندما تؤخذ من الأرض تصادر من الأرض فهو يتشبث بالشهادة التعليمية، وبهذا السبب الفلسطينيين هم أقل الشعوب ربما العربية وربما في العالم أقلها أمية، وهم أيضا أكثرهم ربما تعليما وحصولا على شهادات متقدمة، أيضا هم منتشرين في الأرض يعني وخبراء ومتعلمين، لأنه كأن الفلسطيني الصعيد عن الأرض بالشهادة، شهادة تعليمية، وهذا ما حصل بالمناسبة. لكن كما قلت حضرتك صحيح، السلاح التجهيل، سلاح ضرب المؤسسة التعليمية، سلاح ضرب البنى التعليمية، هذا سياسة معروفة للإسرائيليين طبعا. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، شكرا جدا جدا. كان معنا من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام بجامعة القدس، شكرا مرة أخرى يا فندم. محاربة التعليم هي محاربة للانتماء، الموضوع يعني أعتقد واضح وضوح الشمس ان هنا اسرائيل بتحارب الانتماء. عشان كده دايما يا جماعه بنؤكد دائما دائما على موضوع ان لازم نتمسك بالعمليه التعليميه وتطويرها قدر الامكان، ونتمنى ان يتم او تتم تطوير العمليه التعليميه في الوطن العربي بالكامل، لان هي دي الحرب القادمه.